دكتور هاني سري الدين، كل سنة وحضرتك طيب، وبنرحب بيك في أخبار اليوم. ربنا يخليك. سبب زيارة حضرتك النهاردة ومجلس الوزراء الحقيقي شكرا. النهاردة الحقيقة عشان تعرف في مشروع دعم مصر اللي هو صندوق 30-6-30-6، أحد مشروعاته تبني قرية العسال أو عزبة العسال والمناطق المحيطة بها حوالي 42 فدان، وهي بالمناسبة أول عشوائية في مصر كلها من سنة 33. أول منطقة عشوائية نشأت في مصر منذ عام 1933، فلك أن تتخيل حجم الصعوبة اللي بتحيط بسكان هذه المنطقة. فالحقيقة احنا يعني المشروع لازال في بداياته، ونأمل ان احنا على الأقل نكون خلصنا 400 بيت بنهاية السنة. كان في بعض التعثرات نتيجة صعوبات في المكان وصعوبات في الهدم ومع المحافظة إلى آخره. فالحقيقة النهاردة الزيارة دفع من الحكومة من رئيس وزارة لما اتكلمنا عن المشاكل اللي بنواجهها إنه يجي ونتابع سوا مع بعض موضع التنفيذ وما حدث وما يحدث، ويبقى فيها برضو دفع لكل أعضاء الحكومة إنهم يساعدونا في الانتهاء من هذا المشروع في المدة اللي احنا اتفقنا عليها. الإجمالي المبالغ اللي هتبقى في التطوير في حدود 60-65 مليون جنيه، ما بين تطوير الوحدات السكنية، رصف الطرق، شبكات المجاري، الكهرباء. المنطقة اللي احنا فيها دي برضو النهاردة بنحاول ان احنا هذه المنطقة عزبة جرجس، وهي يعني كلها بنشير لها بعزبة العسال، هنحاول هنقيم سوق في هذه المنطقة. في فكرة ان احنا نعمل اسواق، يعني بحيث ان المشروع ما يبقاش بس مشروع، فكرة التطوير نخلق فرص عمل للناس، يبقى مشروع تنموي في حدائق، في سوق حضاري. برضو ورايا لو حضرتك شوف الولاد الصغيرين دول ما عندهمش لا مدارس ولا حاجة، في أحد الفكرة هي برضو تطوير تعليم الأساسي، ويبقى في نوع من الحضانات والتعليم الأساسي للأطفال الجمال دول، ونخرج منهم. لأنه يعني أنا يمكن حكيت في أكتر من مرة أن في بعض الحالات الشباب الصغير دول الولاد دول ما شافوش شجرة من ساعة ما تولد. يمكن المكان ده النهاردة اتفتح لأول مرة، المكان ده كان مقفول، كانت كتلة أسمنتية، وده كان جراج لهيئة النظافة. فيعني ده جزء من التطوير، نأمل إن شاء الله. ودي بداية يعني نقطة العمل على أرض الواقع. ما احنا شغالين، احنا لما يعني تخشوا بالكاميرات دلوقتي، لا احنا شغالين في أكتر من 23 بيت. ولما بتكلم على 23 بيت، في كل بيت بتكلم على 120 ل150 مواطن مصري. في 23 بيت دول اتعملوا، واحنا الخريطه بتاعتنا ان احنا نكمل 400 بيت. كان في 5 أو 6 مقاولين شغالين. النهارده تعاقدنا مع 40 مقاول، بحيث ان المنطقه صعبه جدا، انت لازم طبعًا. وبعدين عندك ظروف انك انت كل ما بتهد بيت او بتعشى سكانه بيبقوا بره، بيبقى في اعتبارات اجتماعيه، خايفين انه ما يرجعوش، خايفين ان اصحاب البيوت تاخدها. بنبقى بنعجل بالمناطق، ما تقدرش تفتح في اكتر من بيت، لان الناس بتقعد في شهر مش عاوزين ينتقلوا الى شقق حتى ولا للايجار. ففي ابعاد اجتماعيه وتنفيذيه بتعوق المساله. فالنهارده الحقيقه يعني زياره رئيس وزاره نوع من الدعم لينا المعنوي، على اساس ان المشروع ده يبقى كل يؤكد على ان الحكومه واقفه وراء هذا المشروع وازاله كل العوائق اللي موجوده ان شاء الله. دكتور هاني سري الدين، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. اهلا بيك.